ولمناقشة آخر مستجدات المشهد السوري ينضم إلينا من اسطنبول صالح فاضل المحلل السياسي السوري. أهلا بكم أستاذ صالح إلى هذه الجولة الإخبارية. رغم قرار مجلس الأمن حول هدنة 30 يوما، لكن النظام يستمر بقصفه وعمليات عسكرية على الغوطة الشرقية من النظام، تحديا ويتحدى مجلس الأمن وقرارات دولية. لماذا هذا التجاهل من النظام وروسيا لقرار مجلس الأمن؟ الواضح تماما أن النظام الدولي قد أعطى مهلة للأسد المجرم بأن ينهي ملف الغوطة بأسرع وقت ممكن، ويبدو أن هذه المهلة قد انتهت بعد قرار الأمم المتحدة منذ يومين. إلا أن النظام فشل في تحقيق هذا الاستحقاق بسبب بطولات وصمود أهلنا بالغوطة بمقاتليهم ومجاهديهم، وبالتالي أعطوه ربما مهلة قصيرة أخرى، لأن فشل النظام في الغوطة وسيفشل إن شاء الله سيؤدي إلى نهاية النظام، معنى ذلك أن هذه المنطقة ستبقى غير مستقرة، وأقصد المنطقة المحيطة بدمشق. أظن هذه كلها ضمن إجازات تعطى لبشار الأسد، لأنه كيان كرتوني منتهي، وتحت الضغط الروسي ربما أمريكا رضخت بأن تعطيه مزيدا من الوقت، والآن أظن أزف الوقت المعطى للأسد وانتهى دوره إن شاء الله في سوريا. يعني انتهى دور الأسد كما تقول، ولكن الأسد لا يعتد لا بمجلس أمن ولا بأي طرف من الممكن أن يتدخل في الشأن السوري إلا طبعا الطرف الروسي أو الطرف الإيراني. ما الذي سيغير مجلس الأمن وقرار مجلس الأمن على الواقع مع سكوت روسيا لأول مرة عن فيتو جديد يضاف إلى سابقاتها في جلسات مجلس الأمن؟ أولا يجب أن نوضح لشعبنا وللمجتمع الدولي وللمشاهدين أن الأسد بحد ذاته والآن هو لا يحكم سوريا، وإنما تحكمه الميليشيات الطائفية والإيرانية والوحوش الروس. الأسد انتهى دوره في سوريا، ولذلك هذه هي مهل أممية، هي مهل أممية ليست حادة وليست جازمة بحق الأسد. وإلا الأسد لو كانت الأمم المتحدة والنظام الدولي جادين فالأسد مجرم، سواء بالكيمياء أو غير الأسلحة الكيماوية، قتل من شعبنا حوالي 1 مليون وشرد كل هذا الشعب. هذه المهل للأسد، والأسد لا يحكم سوريا أفضل. نعم، الأسد لا يحكم سوريا. أستاذ صالح، يعني إلى متى ستبقى المهل الأممية وسيبقى كما قلت الأسد واجهة للنظام الروسي وأيضا إيران في المنطقة؟ إلى متى ستستمر هذه المهل، ومن الذي سيخلص الشعب السوري من المهل الأممية أو الواجهة الأممية في سوريا؟ حقيقة لدى تجربتنا، يعني نحن فقدنا الثقة في القرارات الأممية، فقدنا الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية، فقدنا الثقة بدول الاتحاد الأوروبي. يجب أن نتكل على القوى الذاتية المحلية، ولذلك ندعو الفصائل المقاتلة في سوريا في كل مكان أن تفتح الجبهات، وندعوها إلى التوحد، وخاصة بين جيش الإسلام وفيلق الرحمن في منطقة الغوطة. ولن نضغط لا على الأسد ولا على روسيا ولا على المجتمع الدولي إلا من خلال توحدنا وحربنا باتجاه واحد، لأن عدونا الأوحد هو نظام الأسد وما جلبه من شرور طائفية عبر إيران وحزب الله وأيضا الوحش الروسي. نعم، إذا كان الأسد واجهة أستاذ صالح، يعني هل سيستطيع فيلق الرحمن وجيش الإسلام في الغوطة الشرقية وبقية الفصائل الصغيرة الموجودة في الغوطة، هل ستستطيع مواجهة يعني التدخل الروسي أو الجيش الروسي أو وكلائه على الأرض في دمشق؟ نرجو الله ذلك. الحقيقة يعني ما أنا لدى تواصلنا وكثير من الأمور التي تصلنا من الغوطة الشرقية تنبئ بأنهم لن يستطيعوا بإذن الله دخول هذه المنطقة، لأنها ممتلئة بالمتاريس والتحصينات وشبكات الأنفاق وغيرها، ونحن والمجاهدون مستعدون للصمود. أهل الغوطة حزموا أمرهم على احتمال واحد، النصر أو النصر، ولا يمكن أن يستسلموا لهذا النظام. والغوطة الشرقية خلية نحل تتعجب، الكل بذل الطعام للكل والكل يبذل الروح للكل، حتى أن النساء حملنا السلاح في وجه هذا الطغيان. ولا نقول الغوطة ستنتصر بإذن الله رغم جرائم الأسد، ونحن ننعي عبر شاشتكم النظام الدولي والضمير الإنساني.
بدن الميت الذين فقدوا كل مروءة وكل شرف على أرض سوريا. انتهى الضمير الإنساني. وأقول لكم وأضيف والضمير العربي الميت التابع الذي هو ذنب لقوى الاستكبار في العالم. نعم الأستاذ صالح فاضل المحلل السياسي السوري كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.